السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم انتهاء قطاف الورد، وبعدين بنقصوا الأقلام نزرعون مشان ناخذ منه موسم جديد. بالشهر الرابع بصير بحوش، وله طريقة لقطافه مشان ترد الأفرع. إذا ما عرفت تقطفه فما بأفرع الورد. بده باخذ بدات حشرية، بده فلاح الأرض، مستفيد منه زهورات، عطورات، لمربيات، لأعشاب طبية. والورد بده عناية مثل الفلاحة، مثل باخ مبيدات حشرية، بنركش كعبه وبنسقيه. وأنا وعيد على الدنيا، يعني بعرف جدي وأبوي بيشتغل بالورد. في صعوبة بحواشه، يعني إذا ما عرفت تحوشه بضرب إيديك، لأنه يعني هو كل نهار إيه نهار لا بده حواش، مرات تحوش صبح وعصر. وبناخده يعني على سوق الهول تصدير محلي. طبعا الورد حواشه كويس، لأنه هو من الطبيعة وعند بتحوش بيعطي رائحة طيبة، وإذا بتحوش 4-5 ساعات ما بتمنح حواشه.